تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المملكة. ووصل السفراء الجدد إلى قصر الصخير كلا على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية وجرت لهم المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. فقد وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير دومينيكو بيلاتو سفير جمهورية إيطاليا. وتسلم جلالة الملك المفدى أيده الله أوراق اعتماد السفير الإيطالي، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا حفظه الله بالعلاقات الثنائية الطيبة الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير كامل الشاشي بركاش سفير جمهورية فيجي. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير جمهورية فيجي، وتمنى جلالته له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير داركو أوسكو كوفيتش سفير مونتينيغرو. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير مونتينيغرو وتبادل معه الكلمات الترحيبية، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير جوسوف بيك شاريبوف سفير جمهورية قرغيزستان.
وتسلم جلالة الملك أوراق اعتماد سفير جمهورية قرغيزستان وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، متمنيا جلالته له التوفيق في مهامه الدبلوماسية. هذا ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير فرانس جيكوب بوتاوت سفير مملكة هولندا. وتسلم جلالته أوراق اعتماد السفير الهولندي وتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. وقد نقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بلدانهم مع مملكة البحرين على كافة الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية ووكيل وزارة الخارجية.